اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اواصل حواري مع ضيفي العزيز العالم الجليل الاستاذ الدكتور اسامه الازهري. دكتور اسامه، هل القول بان الاسلام يقابل الجهل بالعفو ولكنه لا يقابل الكبر الا بالسيف، ثم الاستناد الى روايتين عن سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، شوف دي مساله تحتاج الى تحرير علمي وتحقيق. المسألة دي مركبة من عدة بحوث وعناصر، وأنا أخوض فيها بما تيسر وأجتهد في تقريب الفكرة. أولا، إحنا عندنا منطلق مهم ينبه إليه الإمام شهاب الدين أبو العباس القرافي، صاحب كتاب الفروق، متوفى 684، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي. بيقول ايه؟ بيقول: اعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو الامام الاعظم والقاضي الاحكم والمفتي الاعلم، فهو صلى الله عليه واله وسلم امام الائمه وقاضي القضاة وعالم العلماء، وقد فوض الله تعالى إليه جميع المناصب الدينية في رسالته، فما من أحد من أمته تولى منصبا دينيا إلا وقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل منه في ذلك المنصب، وما من منصب ديني إلا وهو صلى الله عليه وآله وسلم متصف به على أكمل رتبة. نعم. العبارة دي من الإمام القرافي الناشئة، والتي هي تلخيص لبحوث مطولة عند العلماء بدأوا يستخرجون منها مبحث علمي جليل، في أن الهدي الوارد عن الجناب النبوي الموجود في الأحاديث، لما نسمع تصرف من التصرفات أو قضية من القضايا، بدأوا العلماء يفكروا: هو صلى الله عليه وآله وسلم تصرف هنا في هذا الموقف بأي صفة من صفاته الجليلة؟ نعم. فمرة يقول لك ده بوصفه قاضيا، ومرة يقول لك ده بوصفه مفتيا، وطبعا كل هذه المناصب تستند إلى أصل النبوة. نعم. يعني القضاء المستنير بنور النبوة، الإفتاء المستنير بنور النبوة، يعني هي ثمرات لأصل النبوة. حتى عندهم خلاف مشهور في حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، فبيقولوا ده حكم شرعي ولا حكم قضائي بوصفه الإمام الأعظم يعني رئيس الدولة. نعم. يعني هل ده صك تمليك بوصفه رئيس الدولة فليست فتوى لعموم الناس، ولا هي فتوى إنه اللي يروح لقطعة أرض في الصحراء ويستصلحها ويعمرها تتحول شرعا إلى ملكيته؟ أهو إلى هذا الحد بلغ الخلاف الفقهي بينهم في التفتيش عن الصفة التي صدر عنها هذا الهدي في هذا الموقف. نعم. فلاحظ حضرتك الفكرة دي من الإمام القرافي، اللي أخذها من المعاصرين شيخ مشايخنا العلامة الجليل الشيخ عبد الجليل عيسى رحمه الله، وكان من شيوخ سيدنا الشيخ الشعراوي، وكان شيخ أو عميد كلية اللغة العربية، فعمل كتاب اسمه شخصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء قالوا المعنى ده مهم جدا في مثل هذا الذي نتكلم فيه، أن أمور الدماء والقتل والقضايا المتعلقة بهذا الأمر نحن ألفنا أن نسلم فيها الأمر تماما للقاضي. ليه؟ لأنه معيار الحقيقة، لأنه الحاكم بالقانون، ولا تعقيب على حكمه إلا في جهات قضائية حتى يصدر حكم نهائي خلاص وجب التنفيذ. نعم. طيب أسألك، لما بيجي واحد من القضاة وينظر في قضية ويبدأ يجمع القرائن ويحقق مع الشهود وينظر في شواهد الإثبات ثم يحكم بالإعدام حكما نهائيا، كلنا بنقوم بتنفيذ الحكم وبنفوس راضية، طبعا أرحام المحكوم عليه بالإعدام يحزنون بحكم الكذا، بس المجتمع لا يجرؤ أنه يقول له أنت مفتري، إزاي تريق الدماء؟
وحينئذ فهناك فارق ضخم بين القاضي اللي بيبذل في دراسة القضية أحيانا سنة وسنوات، وبين هذا الشخص الهمجي الذي ينصب نفسه قاضيا ولا ينظر في أدلة ولا قرائن ولا شهود ولا إثبات، ثم ينطلق ليقتل على غير بصيرة فيريق الدماء المعصومة الطاهرة ويلقى الله تعالى بيد مخضبة بالدماء. الجناب النبوي الأصل والقاعدة الشرعية العظيمة حرمة النفس، إلا في مواضع معدودة أمر بقتلها حكما قضائيا. وإذا كان القاضي المعتاد الذي لا يوصف بالعصمة من المعاصرين يسلم حكمه وينفذ، وإحنا اللي نقول لازم ينفذ لمجرد إيه اللي بيخلينا نثق في نزاهة حكمه وإنه واجب النفاذ؟ استناده إلى معلومات. لما نظر في مجموع الجرائم الصادرة نظرا مجردا حتى يصل الأمر إلى أنه يقول لك لا يقضي القاضي بحكم بعلمه. يعني لا يقضي القاضي بعلمه، يعني لا يقضي بالمعلومات الشخصية المتوفرة عنده بانطباعاته بمعلوماته الخاصة. فإن كان قد رأى شيئا متعلقا بالمجرم يستبطنه ويدلل عليه، فإن لم يدلل عليه فلا عبرة به. أمثال هذه الأمور هي اللي بتخلينا نثق في أن القضاء قلعة حصن ما يعقبش على حكمه، لأنه حكم بعلم، لأنه حكم بحق، لأنه أوقع الحكم في محله. تعال انتقل إلى الجناب النبوي الذي نظر في القرائن، وهو حينئذ اجتمعت كل السلطات الدينية في يده بما شوف، خلي بال حضرتك اللي يبدأ يبين لك الفارق ما بين منصب النبوة وبين عموم المسلمين. ليس لأحد من بعده صلى الله عليه وسلم أبدا أن تجتمع المناصب الدينية في يده. ولا يطيق، يعني حتى لو أراد واشتهى العمر والطاقة النفسية والمقدرة البحثية ما تسعفهوش. فتلاقي حضرتك قامت شريحة من الأمة من بعد وورثت عنه صلى الله عليه وسلم آداب القضاء فسموا بالقضاء. وقامت شريحة من أمته من بعد وتلمست من هديه ووحيه أحكام الإفتاء فبرز المفتون. وقامت شريحة من أمته فورثت عنه آداب الخطابة والدعوة إلى الله فبرز الدعاة الناصحون إلى الله. وبرزت فئة ورثت عنه صلى الله عليه وسلم آداب القيادة السياسية فوجد الزعماء والرؤساء. وبرزت فئة أخذت عنه العرف الدبلوماسي فبرز الجانب الخارجي. الدبلوماسي. وبرزت عنه فئة أخذت آداب الحربية والجهاد فوجدت وزارة الدفاع. اللي احنا كلنا متفقين عليه حضرتك من ناحية ايه؟ من ناحية ان احنا بنقول للقاضي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بنقول للمفتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بنقول للخطيب لقد كان الله، ده البؤرة التي اجتمعت فيها الأنوار التي قسمت بعد ذلك على طوائف الأمة. الوقائع المحددة اللي حضرتك بتقولها لما نبدأ نركبها مع المبادئ النبوية العامة القاطعة التي تعظم من حرمة الدماء جدا، يبقى ده حكم قضائي صدر نتيجة النظر في الملابسات والوقائع. يعني لو خدت والشواهد كعب بن الأشرف كنموذج، لأن الشباب مثلا مستخدمين ده أكتر من مرة هو وأكتر. طب خليني أكمل الفكرة حتى لا تنقطع. اتفضل. احنا عندنا نموذج تاني ليها في القرآن الكريم صدر منه الحكم قضاء. أهو سيدنا النبي دلوقتي احنا بنقول ده حكم قضائي واجب النفاذ مستنير بنور الوحي أهو. فما يجيش واحد بعد كده ويقول لما سيدنا النبي عمل كذا أنا أعمل كذا. ده قضاء اللي يعمله القاضي في زماننا. ليس لأحد قط في هذا الزمان أن يصدر مثل هذا الحكم وأن ينصب نفسه، لأنه ده هدي نبوي متعلق بمؤسسة القضاء. فين مثالها في القرآن الكريم أيضا؟ سيدنا موسى والخضر انطلقا معا فحصلت الوقائع الثلاثة المحفوظة، هد الجدار، سيدنا موسى غضبان قتل الغلام، حتى قال له موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فتبين بعد فترة انه شوف الاساس اللي احنا قلنا عليه في القضاء اهو اللي هو اساس ايه حضرتك؟ المعلومات. انه سيدنا الخضر قال له وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا.
هو أنت تظن أنني أحكم بأهواء النفوس؟ هو أنت تظن أن إحنا تيارات متصارعة في المجتمع المصري فكل واحد يهدر دم الآخر في 2013؟ يا نبي الله موسى وأنا نبي الله الخضر، خلي بالك إن أنا ما بتصرفش من دماغي، ده وحي، وما كنت لأجرؤ على أن أقدم على مثل هذا التصرف إلا بتوقيف من الله. فخلي بال حضرتك، من جاء من المعاصرين وأراد أن يعطي نفسه الحق في الأخذ بتصرف الخضر فهو كاذب، لأنه ما يقدرش يقول وما فعلته عن أمري، ده هوى نفس. بينما السنة الباقية التي نتمسك بها أن كل شخص يجرؤ على القتل ويحكم به، أن نقول له شعار سيدنا موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، وتقدم للقضاء. نعم. ويحكم عليك بالإعدام بعد ذلك، وتصبح عند الله، وتصبح عند الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فمش لا لن أمل. نعم. من تكراره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. يبقى يا جماعة لابد من فقه وبصر وتحرير وبحث علمي في تنزيل هذه الوقائع والأحكام على المجتمع، اللي العلماء بيقولوا لابد من 3-4 مراتب من الفقه والبصر. نمرة 1 إدراك المعنى الشرعي على ما هو عليه، إن أنا أبدأ أغوص جواه وأفهمه. نعم. نمرة 2 أن أحسن تكييف الواقع، هل الحدث اللي موجود عندنا في الواقع الآن ينطبق تمام الانطباق على الحدث الموجود في زمن النبوة؟ أبدا، شتان. نعم. حتى يقول الإمام الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: واعلم أن إلحاق الوقائع للمعاصرين على وقائع الصحابة بينهما بون هائل وغول عظيم للفوارق. أهو الفوارق أهو. فشتان حضرتك بين شخص بيعمل إيه، شوف سلسلة الظلمات التي يخوض فيها. نمرة 1 هو فئة من المسلمين فلم يجعل هذا الشرع ملك للمسلمين جميعا، بل استأثر به دونهم، دي نمرة 1. نمرة 2 أنه لبس منهاجه الشخصي ورؤيته الخاصة، جعلها هي الحق وهي الدين، فنسب إلى الله ما لا يرضاه الله، دي نمرة 2. نمرة 3 أنه بدأ يقتحم على أحكام الأنبياء ويضع نفسه في منزلتهم ويصدر أحكاما كأحكامهم، وهم مؤيدون بالوحي وأنت لست بصاحب وحي ولا أنت متبين في الواقع الذي تحكم عليه. نمرة 4 أنه يأخذ تلك الوقائع التي هي حق وصدق مستندة إلى إنصاف وإلى معلومات وإلى قضاء وإلى وحي شريف، فينزلها على أهوائه هو وعلى أوهامه الخاصة. نمرة 6 ونمرة 7 ونمرة 8 وعد من المفاسد إلى ما لا نهاية له. فلما كثر الكلام في هذه المسألة حبيت أبين لحضرتك إنه يا جماعة الإمام القرافي في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، وابن القيم في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، يقول: من انطلق إلى ما هو مدون في الكتب، من انطلق إلى ما هو مدون في الكتب ونزله على الواقع من غير بصيرة فقد ضل وأضل. نعم. فأرجو أنه ده يكون يعني يساعد. هو ده رد عام وواضح جدا، لكن أنا كنت عايز أقف برضو ده موقع خد كعب بن الأشرف. نعم. كعب بن الأشرف كام سنة وقد ظل يعتدي على الجناب النبوي؟ يعني أما الإيذاء والشتائم والسب فخذ من أول زمن النبوة مما سجله القرآن الكريم، أنهم قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه كاهن، وهو صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله حتى أظهر الله تعالى الدين والحق. نعم. ما زال كعب يقوم بما يقوم به، لما ترجع حضرتك تقرأ كتب السيرة حتى تجد أنه خاض في الإيذاء والشتم والسب ما شاء أن يخوض، إلى أن تحول إلى إجراء في غاية الخطورة أنه سعى في التهييج. نعم. بدأ يطلع يقول للناس: قوموا اطلعوا، شيلوا السلاح، تعالوا نعمل برك الدماء، تعالوا نريق الدماء. فوضى. نعم. ده ما عادش مجرد إيذاء. فلما تمسك حضرتك هذه الواقعة وترفع للقاضي ونجيب واحد، تعرف حضرتك علشان بس يكون الإلحاق صحيح، امتى نقدر نقول عن واقعة موجودة النهاردة انها زي واقعة كعب؟ اضرب لحضرتك مثال،
كيف يتم الإلحاق؟ التصرف ده بمقاييس زمنه وبمعايير عصره ووقع هذا التصرف على مجتمعه كواقع إنسان النهاردة طلع ماسك البندقية ونزل في ميدان التحرير ويقول للناس اللي ما هيقومش يقتل معايا أنا هقتله، ويهيج في الناس قتلا على 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 بفوضوية ويجعل الدماء تراق. فده نعمل إيه النهاردة فيه؟ ما جيش النهاردة وأقول أيوة أهي ده التصرف ده موازي تماما لتصرف كعب فأجري عليه حكم كعب، إن كان موافقا لتصرف كعب فلست الحاكم الذي هو سيدنا النبي اللي عنده الوقائع والتاريخ والأحكام والموازنة والوحي الإلهي، بل يقبض عليه النهاردة بمقياس النهاردة ويرد إلى القضاء. والقاضي هو الذي يقوم بتطبيق السنة النبوية لأنه هو الذي أخذ جانب القضاء من الجناب النبوي. طيب أنا وقت خلص بس لازم أقول كم سؤال من السادة المشاهدين اللي طالبين تليفون فضيلة الدكتور أسامة، إن شاء الله يتصلوا بس عندنا بالكنترول روم وهنديهم الرقم. ما هي كفارة اليمين؟ وهل إذا تكرر حلف اليمين أكثر من مرة على نفس الشيء يتم الكفارة بعدد مرات حلف اليمين أو مرة واحدة لأنه نفس الشيء؟ طب ايه اسئلة تاني؟ انت هتختار كم سؤال النهاردة؟ اتنين فقط لان الوقت ضيق قوي. قول لي التاني. مصر فيها للشعب المصري ما لجدت في قولهم انا عايزين من حضرتك كتاب يتضمن مشاكلنا العصرية وحلول لها. ده محمد ناجل من شاو من المنصورة. ضابط شرطة اسمه ملازم اول مصطفى، القاضي عنده شلل رباعي في مستشفى الشرطة محتاج عملية في الخارج، الوزير مش راضي يوافق، يا ريت لو ده صحيح الوزير يبص له بعين الرحمة. يعني رجاء يا ايها السيد الوزير، يعني كلنا نضم صوتنا الى صوت هذا الانسان الكريم المصاب. واحدة بعتت لحضرتك او كلمتك الاسبوع اللي فات وقالت ان كان عندها مشكلة في الصلاة، مش فاكر دي كانت معايا ولا مع مجدي، وحضرتك نصحتها بانها تبدا في الصلاة فورا، وقالت الحمد لله ربنا اكرمها، هي بدات تصلي تاني بس حاسه انها تايهه شويه. امتى ابدا احس اني مرتاحه من جوايا وان ربنا تقبل مني وسامحني على كل اللي عملته وبقى راضي عني؟ الحمد لله، لله الحمد حمدا كثيرا طيبا على ان حرك قلبها الى مرضاته وطاعته واخذ بناصيتها اليه، وعلى ان جعل للصلاه وقعا في حياتها. ونقول لها انما يظهر اثر الصلاه وتسري السكينه الى الفؤاد وترين الخير الكثير في الدنيا والاخره اذا وقع الاستمرار والثبات والمداومه، ثم اذا اضيف اليها المناجاه. أكثر من مناجاة المولى. لما الواحد بيقعد مع شخص حميم يحبه ويقعد يفضفض معاه ويشعر أنه ارتاح في الآخر، اعملوا كده مع رب العالمين وهو أرحم بكم. الكفارة، كفارة اليمين لابد نفس اليمين اتقال أكثر من مرة في نفس الموضوع تبقى كفارة واحدة ولا أكثر من كفارة؟ لا، بحسب اليمين. ده هو كل شوية بيحلف، ده كل شوية عمال يحلف ويقسم، لا عليه في كل يمين كفارة. طيب ويبطل موضوع الأيمان، يعني الحلف يعني أمر عظيم تهتز له السماوات والأرض، لا يكون إلا في المواضع الفاصلة. اللهم إني أحب عبدك أسامة فاجمعني به يوم القيامة، وادعو لي أن يعينني الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله الذي أحببتني فيه، اللهم إني أسألك لعبدك هذا كمال التوفيق والرفعة، رفعة القدر في الدنيا والآخرة، أن تشرح صدره وأن ترفع قدره وأن تغفر ذنبه وأن تبلغه في رضاك الأمل وفوق الأمل، وللسامعين والحاضرين أجمعين. يا رب. الله على سيدنا محمد. عليه أفضل الصلاة والسلام. عايز أعاتب خير اللي عايز يعاتبني، لقد قبلت العتاب وأتمنى أن أرفع هذا العتب، بس أعرف ليه هحاول أتصل باللي بعت رسالة العتب، فإذا كنت أخطأت في حق أحد فليسامحني. مولانا أنا بشكر حضرتك جدا، نورتني، بعتذر لكل السادة المشاهدين اللي بعتوا لنا لكن ضيق الوقت لم يسمح لي بطرح كل هذه الأسئلة أو استقبال تليفوناتكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله في حوار جديد مع فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري المشرف على مكتب رسالة الأزهر، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بشكر حضرتك جدا، بشكركم. بعد الفاصل هستقبل الضيف العزيز كابتن توفيق عاصر، رئيس شركة القبضة لمصر للطيران، فانتظرونا.